السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في الفيديو هذا لا تنسوا اشتراك وكومنتر زوين باش ديما يصلكم الجديد اليوم غادي نتحدث على لاغام ديال اوسوان سورتو اوسوان ويل كنترول هذا الواقي الشمسي يعني صراحة الناس جربوه يعني بزاف لقاو الفعاليه سورتو يعني كيقيدوا الاطباء يعني اوردونونس كيجينا حنايا اوردونونس يعني هاد لي هادي خاص يعني جميع انواع البشرة ولكن خاصة البشرة اللي هي دهنية الاكثر عرضة يعني للحبوب يعني العلاج ديال الاثار ديال الحبوب هاد لي هادي اويل كونترول ديال اسوغا آه الناس جربوها بزاف لقات الواحد الفعال يا صراحة نشكروها بزاف يعني هاد لاكام هادي زوينة بزاف كاع لي زيكروم ديالها زوينين بزاف و لي سيروم ديالها زوينين بزاف هاد ليكرون هادي يعني خاصة الناس اللي عندهم بصرة دهنية ولا البصرة عادية او البصرة اللي هي مختلطة حيت اغلبية البنات والعيالات يعني كياخدو كي شي كرونات ما كتنابس يعني ما كيناسبهمش يعني ديك ليكرون يعني كتنوض فيهم الحبوب وبزاف ديال الامور يعني الانسان قبل ما يستعمل شي كرون واقي شمسي ضروري خاص يعرف يعني النوعيه ديال البشره ديالو واش البشره جافه واش البشره عاديه ولا مختلطه واش البشره اللي هي دهنيه واش البشره اللي هي حساسه يعني قبل ما تاخذ شي كروم في البارافارماسي ضروري تعرف يعني النوع ديال البشره ديالك ديك الساعه غادي تاخذ الاكرون ديالك واش يكون انفيزيبل يعني ما يبانش ولا يكون فوندوتان وما الى ذلك كما كتعرفوا هذا اوسوغان ويل كنترول يعني كيقيدو بزاف الاطباء يعني لي باسيون ديالهم والناس يعني تاخذوا عندي هنايا ويعني بعد يعني تلقى واحد الفعاليه واحد النتيجه اللي هي مبهرة جدا الناس اللي عندهم مشكل ديال الحبوب المشكل ديال دي الحبوب يعني صراحه زوين بزاف كنشكروه كما قلت لكم هذا الواقي الشمسي في نفس الوقت يعني ايكرون سولير وفي نفس الوقت يعني كيعالج كي اثار ديال الحبوب آه يعني الانسان خاص غير يتبع مثلا بحال بحال واحد التريتمون كتبع يعني الدواء ديالك صباح آه يعني كل نهار على حسب آه لا شوز بالنسبه لهذا الواقي الشمسي هذا خاصك تتبعو مزيان وغادي تكون واحد الفعاليه صراحه مبهره جدا والمزايا ديال هذا دي إيكرون او ويل كنترول هو منين يعني كديروه يعني على البشره ديالك يعني تبارك الله دغيا كي يعني كيتشربوا البشره ديالك ماشي بحال دوك لي زيكرونات كديرهم وكيبقى يعني الوجه ديالك كيتلصق يعني كتبان يعني يعني الوجه ديالك كله بيض يعني هذه هي الخاصيه الزوينه في هذا ويل كنترول ديال اوسوغان يعني باش يعني تستافد منه البشره ديالك يعني دوك المكونات يعني باش كيدخلوا للبشره ديالك باش تستافد منهم هذا المكان ما كان ما فيهش هذيك دي الماده ديال البارابين ما فيهش ديك الماده ديال البارفان ما فيهش ديك الماده ديال كل دي المواد الكيميائيه اللي تيكونوا خطيرين على الصحه يعني ما فيهش هذه المواد هادو خاليين 100% المزايا عاوتاني الاروع في هذا ليكرون هذا ديال اوسوغان ويل ويعني هو يعني, يعني, يعني على شكل سبراي يعني دغيا كتشربوا البشر ديالك يعني دايرين ليه ديك لومبالاج زوين بزاف صراحه دغيا يعني على شكل سبراي بحال الشاشه يعني الناس خصهم غير يتبعوا التريتمون ديال يعني يتبعوا هاد لي كرون هادي وغادي يكون خال يعني الناس اللي عندهم يعني مشكل ديال الحبوب غادي يلقاو يعني واحد الفعاليه صراحه خص... حيت فيه ديك اونتي امبيرفيكسيون يعني ما بقاش يعني غادي ينوض ديكم الحبوب كاع بتاتا خص غير الانسان يتبع يعني سواء الدواء ديالو ولا المهم التريتمون ديالو ولا ما الى ذلك واحد الحاجه عاوتاني يعني دوك الناس اللي عندهم يعني البصره اللي كتلقد لك الدهنيات بزاف يعني كنصحهم باش ياخذوا غاسول البشره ديالهم الدهنيه او المختلطه يعني ما فيها باس يعني كتغسل بعدا البشره ديالك مزيان ومن بعد كدير يعني باش غير تقلل من ديك الدهون يعني من بعد كدير الاكرون ديالك ولا كدير مرطب عاد فوق منه اكرون شمسي حيت المشكل ديال الحبوب ولا ديال النامس الكالف وبزاف ديال الامور يعني بحال بحال واحد بيبي صغير يعني بحال يعني في دي بارك خصك تاخد واحد الغاسول اللي غادي يلائم البشره ديالك سواء جافه ولا دهنيه ولا مختلطه ولا حساسه ومن بعدين يعني كتاخد يعني ايكرون ديالك هادشي اللي كاين بالنسبه للثمن ديال هاد البرودوي هادي ديال الاسوال ما بين 200 و ب 195 210 ديال الدرهم ولي بارا كيختلفوا فيما بعضياتهم و... وكذلك لي فارماسي عفوا يعني لي كام ديال لو تي يعني بعضياتهم كيتشابهو يعني هاد الثمن هذا ديال دي دي ويل كنترول و سواء ويل كنترول ما بين 150 170 درهم بحال هكا تقريبا 175 درهم واحد الخاصيه عاوتاني يعني هاد الكرون هادي فيها 50 ميلي يعني سواء الا درتيها في على البشره ديالك دهنيه ولا مختلطه او العاديه يعني كيتعاود كل ساعتين يعني الا درتي كرون ديالك كل ساعتين دوز عاوتاني يعني ساعتين لما كان ودير اكرون ديالك عادي جدا باش البصره ديالك يعني تستافد من دوك المكونات يعني باش يعني تستافد منهم البصره ديالك ويقلل لك الحبوب وبزاف ديال الامور والبصره ديالك تيكون يعني واحد اللايت تكون واحد البصره مشرقه ومزيانه اكرون سولير يعني ما كيبقاش كما قالوا شي وحدين ولا شي وحدات اربعه ديال الساعات يعني يبقى فقط ساعتين يعني ممكن ديرو كل ساعتين يعني سوا كنتي في الشمس سواء في الخدمة سواء كنتي في الدار يعني ضروري يعني باش البشرة ديالك تحتفظ عليها بغات تعطي واحد الإشراقة زوينة بزاف هادشي اللي كاين علاش قلت لكم كل ساعتين يعني خصكم ديروا اكرون واقي شمسي ديالكم يعني حيت كاينين شي عوامل حنا ما كيبانوش لينا دوك التاثيرات اللي كيأثروا على البشره فهمتي هذا الشيء اللي كاين باش الانسان يحافظ على البشره ديالو سواء دهنيه ولا مختلطه ولا حساسه ولا عاديه هذا الشيء اللي كاين المهم الانسان يحافظ على البشر ديالو ياخذ جيل نيدفايون ولا جيل موسون يعني ياخذ مرطب ديالو سواء مرطب حيت كاين مرطب ليلي وكاين مرطب ديال النهار مرطب ديال النهار اللي تكون فيه ديك الاس بي اف 30 ولا 50 على حسب آه ومن بعد يديروا ليكرون ديالهم حتى مثلا داروا دوك المرطب الليلي ممكن يديروا فوق منه ايكرون شمسي هادشي اللي كاين ولا مثلا إلى كاين حيت كاين عاوتاني مرطبات اللي في نفس الوقت هما ايكرون يعني واقي شمسي يعني بلا ما يدير ايكرون حيت هو يعني غادي يحمي يعني, يعني يحميك يعني من دوك العوامل حيت هاد ليكرون تحمي من داك يعني الاشعة فوق البنفسجية حيت فيه الاي يعني آه آه في ا و والاي في بي هادشي اللي كاين يعني بعجالة لاكام ديال اوسو وان سوا لي زيكرون ديالها سوا لي لي سيروم ديالها فيعني كيقيدو الاطباء يعني ممكن الناس يعني ياخذوها في لي بارا فارماسي بثمن يكون ريزونابل يعني يكون ثمن مزيان عكس لي فارماسي اللي تيكون الثمن ديالهم شي شويه والانسان ضروري يعني يهتم بالبشره ديالو هذا الشيء اللي كاين واللي عنده اي استفسار اي تساؤل يحط لي كومونتير وانا غادي نجاوبو شخصيا وهذا الشيء اللي كاين ما تنساوش يعني اشتراك القناة آه وكومونتير زوين باش ديما يعني يوصل لكم الجديد انا راه كنحط لكم تقريبا كل يومين لنهار فيديو فلاشين هادشي اللي كاين وتبارك الله عليكم